يا شباب عاملين ايه؟ سايم قلنا لكم هنبدا نعمل فلوكات، فالنهارده خرجنا هنعمل فلوك العيد تمام، واحنا النهارده رايحين مول طنطا وهوصل ونكمل يا شباب. يلا سلام. بصوا يا شباب واحنا ماشيين اهوت، انا بصراحه انا لسه ما دخلتش المول وشايف كميه الناس. بصوا ثانيه فين كميه الناس. انا وصلت مول طنطا اهوت تمام. بص بقى كميه الناس، كميه الناس هنا رهيبه تمام. بص يا جدعان شايفين الكميه اللي ورا هناك دي. لا يا جدعان لسه احنا لسه ما شفناش حاجه، لسه واصلين اهو تمام حبيبي. انت صاحبنا؟ لا حبيبي تمام يا جدعان. لسه بص هتشوفوا كميه ناس، انت حرام. بص يا جدعان وصلنا، بص كمية الناس كده عندي شباب. انا دخلت بص قسما بالله بتاع ساعتين عشان اخش، ساعتين في الاخر. بص اهو انا بص مش قادر بصراحة، ساعتين واقف في الشمس عشان اخش بمعنى الكلمة. بيدخلوا حريم بس او عائلات شباب ممنوع، ليه مش فاهم، مع ان انا تحط كارفور عادي. يلا ما علينا يا شباب هكمل لكم عشان مش قادر اخد نفس. شباب هو فين قاعد لكم محمد صاحبي؟ بقيت الكروب يا جدعان بره بس هنوصل له. بعد عناء طويل مش قادر والله. دماغي بجد يا جدعان الواحد عنده صداع بصراحة. المرة ايه رايك في التكتوك ده؟ تعالى نروح نشوف. لا شكله رايق قوي. ايه رايك يا جدعان في التكتوك ده؟ هنا يا شباب انا كنت ماشي تمام، فمحتار بصراحة اروح فين. لقيت حتتين قدام قلت وي تمام، وبعد كده رحت قسم الشاشات دخلت عشان عاوز اشتري شاشه. صراحه انا لقيت الحجم ده. هتعملوا ايه؟ الحجم ده الاغنياء بس يا جدعان. سعرها عامل كام؟ 25000 جنيه. يعني انت شايف الشاشه دي 25000 جنيه. الكلام ده مش لينا طبعا كمصريين، الكلام ده مش لينا تمام. نفس النظام. طب انت شفت ايه؟ انت شفت ايه؟ 40000 جنيه. انت متخيل يا جدعان؟ شوف دي قد ايه؟ دي بقى بص دي بقى شكل حالتنا يا جدعان. 10000 شكل حالتنا 10000 جنيه شكل ما انت شايفين. شوف شاشه قد ايه بقى. تعالى بقى ايه هنخش ايه على خسالات بقى سانوسي وهوفر. لا يا جدعان دخلنا اهو خساله. سعرها كام يا جدعان؟ 10000 شايفين يا جدعان 10000 جنيه. انا شايفها بصراحه ما تستاهلش. ما تستاهلش 16000 جنيه علينا مش فاهم. دخلنا قسم البوتكاسات قديمه قوي يا جدعان تمام. تعالى نخش بقى على ايه، تعالى نخش بقى على اللي عايزين ايه كهيسه عرايس بقى وكده. يا شباب شايف حاله كرانيت عامله كام؟ 400 جنيه. هي الطقم كامل بيبقى عامل 2000، فبالنسبه للطقم كامل مناسب يعني. وهنا يا شباب وانا ماشي بصراحه انا كنت محتار اروح فين ولا فين. المول كبير قوي فمش عارف والله اعمل ايه، فقلت اما اتمشى شويه يمكن. بس كنت جعان قوي يا جدعان، فقلت فين الشوكولاتات؟ انا اكتر حاجه بحبها بصراحه الشوكولاتات، فانا محتار عمال اطور على الشوكولاته مش لاقي. فانا ماشي هنا وهنا يا جماعه خدت باسكت المشتريات، قلت اما اشتري فيه شويه حاجات يعني. فوانا ماشي زي ما انتوا شايفين كده اخش من هنا، لقيت الست قافله الطريق. قلت لها منك لله. وهنا يا اصحابي زي ما انتوا متعودين دخلت قسم الشوكولاتات، وانا بصراحه قدام الشوكولاته ما بقدرش. فقعدت اخد من هنا على من هنا على من هنا، وانا في الشوكولاتات بدفع شكل ما انا عايز. اهم حاجه في حياتي الشوكولاتات. هنا يا صحابي لقيت النيدلز اللي انا بحبها، فخدت منها 2-3 ارباع كده يعني. قلت لها والله منها ما هزعلك تعالي. وهنا بقى يا صحابي بعد ما خدت الشوكولاتات اللي عاوزها قلت اما اخش القسم الكريمات. فقعدت ادور على الكريم المناسب لشهري مش لاقيه. طب اعمل ايه؟ فقلت اما امشي بقى. انا خلصت خرجنا من السوبر ماركت بصراحه شوكولاتات رايقه بس اسعارها عاوزه اللي يسد معايا تمام. وهنا بقى يا صحابي وانا ماشي لقيت بلالين، فقلت اما اشتري افرح بهم العيال، فكده احط ايدي في جيبي ما لقيتش فلوس. ما الفلوس بقى يا صحابي انت عارفين ان انا خلصتها على الشوكولاتات. يلا عادي قلت تتعوض المرة الجاية. وهنا يا شباب وانا ماشي لقيت التبتوب، قلت والله لازم اروح اتصور معاه صورتين حلوين. وانا ماشي بقى هنا قطر، فبصراحة قطر جوه المول، فقلت اما نشوفه.
بس المشكله ان لقيت ناس كبيره هي اللي راكباه. ايه وهنا لقيت التابتوب فولدر ماخد صورتين معاه بقى. خلاص بقى يا شباب قررت اروح بقى. قلت اما اروح بقى كفايه عليا كده. ف يعني زي الناس بقى انا خلاص زهقت بقى فقلت اما اروح بقى. فانا مروح بصراحه بحب ان الباب ده اقف قدامه يفتح. قلت له افتح انت رايح فين. هنا يا جدعان شوف لو انتوا شايفين خلاص خلصنا تمام الفلوك بصراحه كان ضيق وبصراحه يعني مش مقارنه بالبتاع قوي يعني نفس الوقت اللي قعدناه بره هو الوقت اللي اخذناه جوه المول. ف خلاص كده نهايه الفلوك. يا ريت بقى اللي مش مشترك سبسكرايب في القناه رايك في الكومنت اللايك يلا سلام.